نشرت فوز الفهد مقطع فيديو عبر حسابها في موقع سناب شات يظهر غرفة زوجها المخصصة لمختلف أنواع السجائر باهظة الثمن التي يعود تاريخ بعضها إلى عقود سابقة، متحدثة عن أنواعها وطريقة حفظها والأجهزة الموجودة في الغرفة التي تحافظ على برودة ورطوبة معينة لتحفظ السجائر من التلف. وأضافت الفاشينيستا الكويتية: هناك علب سجائر في الغرفة لا يستطيع الناس مشاهدتها في أماكن عامة، ويعود تاريخها إلى عقود سابقة، فيما نفت تشجيعها التدخين، مشيرة إلى أن هذه هواية زوجها وتحترمها وأرادت فقط مشاركة جمهورها. حد يقول لنا أنا قاعد أشجع التدخين ما تدخين، أنا قاعد أوريكم ديكور. طبعا هذه الغرفة الهيومدور حق السيجارز، بس ما تشوفون فيها أجهزة معينة تنحط هني حق درجة الحرارة ورطوبة الغرفة، لأن كل اللي يعرفون بالسيجارز يدرون أنه إذا تنحفظ لازم تنحفظ في مكان معين وبدرجة حرارة معينة. كما عرضت رسومات لساعات وسيارات، قالت إن زوجها يوصي على رسمها من قبل محترفين، وتسبب المقطع المتداول بجدل بين الناشطين عبر تويتر، فمنهم من اتهمها بعدم الإحساس بالمسؤولية في ظل انتشار فيروس كورونا، وآخرون اتهموها بالمباهاة بالثراء الفاحش بعد تزوجها من حفيد ملياردير. وانتقدت مغردة أخرى: ما أتفه من المعروض إلى العارض، الناس منحاشين من الموت وذولي يروجون للموت، الحمد لله الذي عافانا. وأيدتها مغردة أخرى: يا عالم ياهو، المفروض أزمة كورونا تغير من تفكيرنا، من سلوكنا، من نظرتنا للحياة، والله أتفه منهم ما في طيب، خلينا نخرج من اللي احنا فيه.